السادة المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم، إن شاء الله دائما تامين وملمومين يا رب العالمين. ربنا يديكم الصحة والعافية والمفلس إن شاء الله رب العالمين. ربنا يملى لي جيبه يا الله، والما متزوج يا الله ربنا يزوجه يا الله، والدار يدبر ربنا يدبر له يا الله، والمدبر دار يدبر ثالثة ربنا يدبر لها يا الله، والدار يدبر الرابعة ربنا يدبر لها يا رب العالمين يا الله، والدار ينجح ربنا ينجحه. بنقول دائما إخواننا في قناة طيبة الألف اللام السين الواو الدال الألف النون. تعالوا مع بعض يا إخواننا نشوف السودان الجميل ده صباحاته عامل كيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أخبارك؟ شرطي. بارك الله فيك. الحمد لله. مالك هذا صار كده؟ ما صاري. مالك طيب برضه مبتسم شديد كده؟ زعل المواصلات بس. زعل المواصلات. زعل المواصلات؟ أي. قول للكاميرا عادي، لأن إحنا منبرنا ده منبر حر، توصل كلامك زي ما داير، قول. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إني أحمدك وأثني لك الحمد يا عظيم الزاد والنعم، وأشكرك شكر عبد مقصرا في طاعته إليك يا ذو الجلال والكرم. أول حاجة نشكر غناء طيبة، الغناء يعني التي عودتنا دائما إننا نتحدث في منبر الحدث، أو نقول الكلام الأكثر شفافية وصدق. نحن يا أخواننا الآن يعني بنعاني من حاجات كثيرة، فنحن بنرجو الأخوان في غناء طيبة إنه منقولوا الحاجات اللي نحن بنقولها وبناخدها دي نقولها للجهات المسؤولة عشان تقدر توصل لنا الرسالة وتقدر تساعدنا في الـ 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 في أول حاجة يا أخواننا. نحن يعني بنعاني كشعب سوداني معاناة يعني شديدة جدا. أول حاجة يعني الآن الزحمة في المواصلات هي أكبر الحاجز أو أكبر سبب لسبب المعاناة للشعب السوداني، فنحن يعني بنناشد كل الجهات المسؤولة أن تقف على هذا على هذا الجانب وقفة، يعني وقفة رجل واحد في قلب واحد، لأن يا إخواننا والله كلنا نحن بنعاني من عدم توفر المواصلات الحاجة الأولى. المسألة بتاعت اللي هو الآن مراقبة المواصلات، يا إخواننا ما في عدم مراقبة، حتى نحن كشعب سوداني بنركب مع السواق بتاع الحافلة بنختلف معه في حاجة وفي جزء تاني بيتفق معه في حاجة. نحن يا إخواننا قاعدين كلنا نمشي على كلمة واحدة، المواصلات متجهة لاتجاه معين، نحن نركب الاتجاه الماشي له وما ننزل إلا نصل الاتجاه، وأنا في حاجة دار أنشد بها، فحاجة يعني لاحظتها بعيني لقوات الشرطة في قسم من الأقسام في ولاية الخرطوم. الناس جو كل مرة بتجي عربية بيتشاكلوا، في شنو؟ بيجيبوا العربية اللي بتاع للضابط النائب بيقول له يا أخي نازل بتاع الحفلة ده من هناك طلع، قال ماشي الحاج يوسف، والآن بتاع الحفلة غير رأيه وقال ماشي شارع، ماشي شارع واحد ما بيحيصل حلة كوكو. فناس الشرطة بيقولوا للمواطنين أنتوا خياركم شنو؟ بيقولوا إحنا خيارنا دارين نمشي نصل شارع واحد، بيقول له بتاع الحفلة غصبا عنك تودي النازل لأنك أنت شغال للنازل، يعني ما شغلنا نحن وما شغلنا نفسك عشان طلقت قروش، وما شغلنا نحن إخواننا دارين كلنا نقف مع بعض عشان نبلغ الرسالة دي للناس، وكلنا نحن نتمنى يوم من الأيام إذا كانت أزمة المواصلات ما زالت موجودة نتمنى وزير النقل والمواصلات يجي المكان من مكان المواصلات ويقفوا بنفسه عشان يشوف يدوغ التعب اللي بيدوغ الشعب السوداني من المعاناة المواصلات، التعب اللي بيدوغ الشعب السوداني من تضييق الوقت، الشعب اللي بيدوغ التعب اللي بيدوغ الشعب السوداني يا إخواننا من عد نحن بنضيع الصلاة، نحن بنكون واقفين منتظرين المواصلات، صلاتنا بتضيع، وقتنا بيضيع، بنفقد حاجات كثيرة، يعني حتى صلة الأرحام بقت مفقودة في الجمعة ليه؟ لأنه لما نطلع الشارع بنلقى الشارع ما فيه مواصلات، ما عدا العربات الملاكي، وبرضه في رسالة داري الرسالة للعربات الملاكي، يا إخواننا إذا شلت معاك نفر نفرين ما بيموتوا في العربية، نحن في رسالة برضه دارينا الرسالة للعربات الملاكي، يا إخواننا إذا شلت معاك نفر نفرين ما بيموت لك في العربية، ما بيعمل لك حاجة في العربية، ما حيكسر لك العربية، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل زهر فليعد بها على من لا زهر له، فنحن يعني حاجة أنا برضه شاهدتها لعربية تابعة لهيئة من الهيئات الدبلوماسية، والله العظيم سايقها بيت أمريكية، البيت يقفت في شارع المطار بتوصف كده للناس على انه ماشي العربي منه. طيب تاني انا دار اسالك، عملت شنو انت؟ قدمت شنو للسودان؟ خلي كلامك من كبير جدعت لي وبارك الله فيك ويجزيك الله خير، اتكلمت شبعت، انت قدمت شنو للسودان ده؟ عملت شنو؟ طيب اذا كان الانسان بيقدم لنفسه حاجه فاكيد هو بيقدم لبلده حاجه، فنحن لما الزول يخط لنفسه انه هو محتاج لحاجه اي من كانت حاجه ماديه او محسوسه او ملموسه، فالزول بيجتهد عشان يصل المكان اللي هو بيقدر يستفيد منه او بيقدر يقدم لنفسه حاجه. كذلك الان الوطن، نحن دارين الناس يفتحوا لنا الطرق، دارين الناس يخلونا نحن عشان هم يبعدوا، خلونا احنا نقدم لبلدنا حاجات، نحن يا اخواننا بيجيبوا لنا ناس بيقعدوهم الواحد في الكرسي تقول منسق انه بينوكرين، بيقعد السنين كلها ما بيطلع من كرسيه ده، ادونا معاهم فرصه يا اخواننا حتى ولو نحن ممكن احنا الان كشباب، ممكن انا بتكلم بلسان الشباب، نحن مستعدين ننظف الشباب.
الشارع، لانه الان الشارع اللي بينظفوا ذي ما احسن مننا بحاجه، اللي بينظفوا ذي هم اسوء مننا بحاجه، نحن مستعدين ننظف الشارع، مستعدين نزرع، مستعدين نعمل، لكن الان الكلام ده انا بقوله بناشد الجهات المختصه انه انا الان اذا في اي جهه مستعده انها تمول، ما كلام لسان، كلام بتاع فعل، حتجي تمول الشباب والله يا جماعه الوزارات دي الشباب ما يقفوا منها، اي زول مش يقدم ورقه عشان يمولوا، لكن ما في زول بيقدم، الحاجه كلها بقت محسوبيه، يعني اي زول بيجي بيقدم لنفسه او قدم لاهله عشان يستفيد لنفسه. يا شيخنا والله جدعت فيني انا كلامك ده، قلت لك انت قدمت شنو؟ انت كعبد الباقي ده قدمت للوطن شنو؟ ما تقول لي محسوبيه، كلام ده كبير يا زول. تمام اديني قدمت شنو؟ تمام قدمت شنو؟ انا عشان اقدم للوطن حاجه. ما عشان تقدم، انت قدمت شنو؟ انت ده انت عمرك كم سي؟ عمري 22 سنه. والله كذاب ما شاء الله، عشان ابدا قام خلعه ولا شنو؟ عمرك 22 سنه. في ال 22 سنه دي قدمت شنو للسودان؟ ما طيب. قدمت اي شيء 22 سنه قدمت للسودان اول حاجه بلد قدمت له اولا كل الاحترام والتقدير، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يعني البلد دي انا ما داير ماذا على زول ولا اقول زول، لكن البلد دي والله العظيم لو جات حاجه وبقت الفدا بالنفس احنا بنقدم احنا لقدام. دي حاجه شنو يا شيخنا عبد الباقي ما قدمت شيء؟ طيب الحاجه المتاحه يا استاذ انه انا الان ما ادوني فرصه عشان اقدم، فانا الان قاعد بطلع من بيتنا الصباح بمشي الشغل ده براه تقديم للبلد، لكن ما داير اقدم للبلد. نعم يعني قاعد تمشي الشغل تقدم للبلد؟ نعم قاعد اقدم للبلد. طيب انا اقول لك كلام، كلامك ده كله عشان احنا نختم عندي حاجتين. الحاجه الاولى انا بوصي اخونا وزير النقل تعال يوم واحد الساعة 3 أقيف هنا جنب ميدان جاكسون أو أقيف هنا جنب الاستاد عشان تعرف إنه الناس دي مو آمنة. يوم واحد بس الكلام ده للوزير عديل السيد الوزير، ما بتقدر أنت وكيلك وكيل الوزارة، خلي يوم واحد بس يوقف عربيته المشغلة تكييف ويقيف هنا يدافر مع الناس يركب، والله بتحل المشكلة، بتحل المشكلة. عبد الباقي كتر خيرك يا أخي، شكرا لك يا عبد الباقي، الله يسلمك. أستاذ المشاهدين حتى نلتقي في حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.